السلام عليكم. يقول ستيف هارفي الإعلامي والإداري المعروف: إذا أردت أن تكون ناجحا عليك أن تقفز. ليس هناك طريقا جانبيا آمنة، إذا كنت بأمان فلن تحلق أبدا. في خضم عمليات الحياة اللامتناهية وحركتها المستمرة، قد يكون الفشل إيجابيا. نعم، قد يكون إيجابيا كونه يكشف قدرة الإنسان على مدى التواكب الذي يستطيع من بعده إكمال حياته. متى على الإنسان أن يتوقف؟ ومتى عليه أن يعافر ويستمر؟ ومتى يغير المسار تماما؟ إنه بمثابة محطة الاختبار الحياتية التي لابد وأن يعيشها الإنسان بتقبل ليحدد مساره. صباح الإصرار لكل الطامحين الذين لم تثنهم عقبات الحياة عن أحلامهم، بل زادتهم تمسكاً وإصراراً بها. صباح النور للباقين على قيد الحلم، المجاهدين في سبيل الوصول دون وضع لاعتبارات الظروف والنكبات. صباح الخير للإيجابيين الذين كلما جالستهم استطعت استرجاع ذاتك معهم والشعور بمعنى الكفاح، أن هذا العالم وفي خضم هذه الظروف لطالما احتاج أشخاص من هذا النوع ليستمر النجاح. صباح الخير عليكم جميعا. هذا البرنامج برعاية شراكة استراتيجية. تفاعل سريع. بناء الثقة. خبرة متخصصة. عطاء مستدام. ثقة مبنية. حلقة جديدة ويوم جديد وبرنامج يحمل الكثير من المفاجآت والكثير من المجالات والحوارات والضيوف. صباح الخير عليكم مجددا من كل طاقم البرنامج، من المصورين، من المعدين، من المخرج، من كل من يتواجد هنا من أجلكم. صباح الخير عليك يا علاء. صباح الخير عزيزي أيمن، وصباح الخير لكل مشاهدينا ومشاهدي برنامج يوم جديد الطموحين. طبعا أكيد تنتظرون برنامج يوم جديد كل خميس لما يحمله من فقرات متنوعة ويسلط الضوء على العديد أيضا من القضايا. صحيح، اليوم متحمسين، معنا أكثر من حوار، أكثر أكيد من تقرير، ربما بداية التقارير. إيش معنا؟ نعم، في البداية طبعا مشاهدينا وكالعادة ننتقل إلى التقارير، وفي التقارير في هذا اليوم وفي اليوم العالمي للمحاسبة الذي يصادف 10 نوفمبر من كل عام، جامعة حضرموت نظمت فعالية لهذه المناسبة والتي تبرز أهمية المحاسبة كتخصص في كلية العلوم الإدارية. تفاصيل أكثر دعونا نشاهد. قامت جامعة حضرموت متمثلة بكلية العلوم الإدارية وبرعاية كريمة من سيادة العميد، عميد كلية العلوم الإدارية دكتور محفوظ المصلي، هذا اليوم، اليوم العالمي للمحاسبة والذي يصادف 10 نوفمبر من كل عام، أقامت هذه الفعالية في كلية العلوم الإدارية وبتعاون مع شركة يمن سوفت والتي لها باع في هذا المجال وفي تعليم الطلاب في كليتنا في كلية العلوم الإدارية، حيث كانت الكلية قد أقامت شراكة مع يمن سوفت لتعليم طلابنا، طلاب المستوى الرابع، عدة أنظمة من أنظمة يمن سوفت. وهذا اليوم، اليوم العالمي للمحاسبة، هو للمحاسبين، وإن كان للمحاسبين فقط، إلا أنه
لكلية العلوم الإدارية بشكل عام إلا وخص المحاسبين، وذلك لمال المحاسبين من بروز وللمحاسبين من قوة ترابط مع الكمبيوتر ومع البرامج التعليمية. فإذن المحاسبين هم أساس في كلية العلوم الإدارية، فلهم هذا اليوم ولهم الشكر والتقدير والتحية. أولا اليوم نحن قمنا فعالية في كلية العلوم الإدارية، هذه الفعالية تخص اليوم العالمي للمحاسبة، وهذا اليوم يعني لنا الكثير لأننا سوف نؤكد فيه على أهمية المحاسبة وأهمية المحاسبين كمهنة، لأن هذه المهنة تطور من أو تنمي المجتمع، ودور المحاسبين في التنمية يأتي من خلال المحافظة على رؤوس الأموال، تنمية الأموال، وهذه سوف إن شاء الله تخلق زيادة أو إيش رفع من التنمية إيش من تنمية الاقتصاد المحلي وكل الاقتصادات. وكذلك هذه الفعالية تظهر بعض المهارات لبعض الطلاب وتفعل عندهم النشاطات وتفعل عندهم قدرة التواصل، ونحن في هذا اليوم إن شاء الله وكما عهدناه من عمادة الكلية أنها تدعم هذه الأنشطة، وأيضا مجلس الطلاب له دور كبير في دعم هذه الأنشطة، ويمن سفت لا ننسى دور يمن سفت في دعم أنشطة الطلاب وفي دعمنا في كل عام في اليوم العالمي للمحاسبة واللي وافق اليوم العاشر من نوفمبر من كل عام. طبعا نحن اليوم مشاركين في فعالية اليوم المحاسبي اليوم العالمي للمحاسبة في كلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت. الجامعة أرسلت نحن دعوة للمشاركة في هذه الفعالية بالتنسيق والترتيب مع المجلس الطلابي وعمادة الجامعة بالكلية العلوم الإدارية. طبعا الشركة ارتباط وثيق بالكلية العلوم الإدارية كون أن شركة متخصصة في إنتاج الأنظمة المحاسبية والإدارية. طبعا في هذا اليوم الجميل اليوم العالمي للمحاسبة نشكر عمادة الكلية على استضافة هذه الفعاليات في هذا اليوم، في مقدمتها الدكتور محفوظ المصلي وجميع الدكاترة. ومن هذا اليوم نحن كشركة يمن سوفت نساهم في تقديم المعرفة والتطور في الأنظمة المحاسبية التي تخدم المحاسب بشكل عام، تخدم المحاسب بشكل عام في دقة أعماله، في إنجاز أعماله، وفي تطوير مهاراتهم. ونقوم بعمل هذه الدورات سواء كانت في أنظمة في مقر الشركة أو في جامعة حضرموت للطلاب والخريجين في مستوى رابع، وأيضا في جميع المعاهد الموجودة على مستوى الجمهورية بشكل عام وعلى مستوى محافظة حضرموت بشكل خاص. ومن هنا نشكر جميع من قام بعملية ترتيب وإنجاح هذه الفعالية المتمثلة في الدكتور محفوظ المصلي والدكتور منير الجعيدي وجميع المساهمين وجميع المجلس الطلابي، ونقول لهم شكرا. إذن عدنا إليكم مجددا بعد أن شاهدنا هذا التقرير، ومن هنا نبعث تحية لكل المحاسبين. أيمن، كل شخص منا لديه صديق محاسب أكيد. صحيح، وأنا يمكن أكثر شيء لفت انتباهي في التقرير أنه استرجعنا أيام الأنشطة في الجامعة والكلية، أجواء جميلة عاشها الطلاب. صحيح. استمتعوا يا طلاب قدر ما تستطيعوا بهذه الفترة من مرحلة الدراسة والأنشطة الطلابية. طبعا أفضل أصدقاء ربما هم ليسحبونا احنا في سنوات دراسية الجامعة. إذن نقول لكل الطلاب طلاب الجامعة خصوصا استمتعوا بهذه الأوقات لأنها لا تعوض. صحيح. نعود مرة أخرى إلى فقرة التقارير، وهذه المرة وضمن سلسلة الأديب علي أحمد باكثير التي ينتجها مكتبنا بالوادي. سلسلة اليوم تتحدث حول تحليل الرمزية في مسرحية همام لباكثير. لتفاصيل أكثر دعونا نشاهد هذا التقرير. إن العقدة في مسرحية همام للأديب الكبير علي باكثير تشكل قضيتين، هما صراع البطل المثقف من أجل إبلاغ رسالته الاجتماعية ومن أجل الزواج من حبيبته ضد عقبة واحدة حالت دون الهدفين، وهي عقبة شخصية ولي الله، وعند سقوطه تكون كل العقبات قد سقطت والتي كانت تحول دون وصول البطل إلى أهدافه.
وهكذا يحمل باكثير بطلنا المثقف همام ليعبر عن لسان حاله ضرورة مشاركة المرأة في صناعة الحياة الجديدة وخروجها من أسر العادات والتقاليد القديمة. إن غاية بطلنا كانت نبيلة دائما، فهي إما للارتقاء بأمره أو للارتقاء بمجتمعه المتخلف، لذا كان منهجه إيجابيا، فقد كانت دعوته إما بالحسنى أو استخدام القوة عند اللزوم أو بالعفو ما أمكن العفو إذا كان لصالح مجتمعه. لذلك فمنهج همام الإيجابي نجح في رسالته، وقد ساعده في ذلك النجاح توافق طبيعة الدعوة مع المنهج الذي اتبعه بالرغم من عدم وجود سلطة بيده، وأن ما نجده شديد الإيمان برسالته الحقة كما يرى ذلك الباحث المتخصص في أدب ومؤلفات باكثير الدكتور محمد أبو بكر حميد في رسالة البطل الثوري في مسرح باكثير المنشورة في مجلة الشعر التي تصدر في القاهرة. أما أهمية هذه المسرحية فتعود إلى مضمونها، وقد أشار باكثير نفسه إلى تجربته الأولى هذه ونقدها في كتابه فن المسرحية من خلال تجاربه الشخصية، بعد أن ذكر أنه تأثر باطلاعه على مسرحيات أحمد شوقي. فما أجمل الرمزية في مسرحية همام لباكثير، وأهميتها تعود كوثيقة تاريخية واجتماعية وثقت واقع حضرموت ما قبل قرن من الزمن، وتحديدا حين أصدرها عام 1932 للميلاد. عدنا مجددا بعد هذا التقرير، ونشكر الزملاء في مكتب وادي حضرموت على هذه السلسلة الجميلة التي يقدمونها للأديب باكثير. صحيح، وهذا أقل وادي اتجاه رموز الثقافة والعلوم المختلفة، إحياء ذكراهم باستعراض إبداعاتهم في مختلف المجالات. إذن أكيد مستمرين أيمن، وأكيد الفقرات جاية، ونطلع فاصل بسيط ومن ثم نعود إليكم مجددا، خليكم معنا. هذا البرنامج برعاية تأمين. عناية كاملة. أمان أولا. حماية مثلى. ثقة مستدامة. السلامة المهنية في قلب عملنا. عدنا إليكم مجددا في هذه الحلقة. على أنا لو قلت لي إيش الألعاب الذهنية اللي نفسك تكون متمكن فيها على طول، إيش؟ شطرنج. هذا أنت بالنسبة لك، لكن نشوف إنه هذه اللعبة لعبة فيها من الصعوبة وفيها من الربكة، يعني لما نشوف اثنين يلعبون شطرنج نقول عشان كذا الواحد لازم كيف يفهمون يحب الصعب، لازم الواحد يحب الصعب. صحيح. عموما إذن نبدأ هذه الفقرة مشاهدينا، ولعبة الشطرنج تعتبر من أرقى الألعاب والتي تتميز بالركوز والذكاء، وهناك مشاركات مختلفة للاعب أو للاعبي اللعبة الذين يمثلون البلاد ويكونوا لنا سفراء هناك. سفيرنا ببطولة العالم للشطرنج للهواة في مسقط استطاع أن يحجز له مركز متميز، فهو 16 على مستوى إيش؟ على مستوى العالم. على مستوى العالم، تخيلوا، الثاني على مستوى الوطن العربي، وبكل تأكيد الأول يمني من بين 400 لاعب ولعبة، وأكيد نفخر بهذا المركز. لنتعرف أكثر حول البطولة والإنجاز اليمني، معنا عبر الهاتف اللاعب عامر بدر العويني المشارك ببطولة العالم للشطرنج للهواة بمسقط. صباح الخير يا عامر. صباح النور، وأهلا وسهلا بكم. يعطيك العافية، أنت اللي أهلا وسهلا بك، ونقول لك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. في البداية أشكر قناة حضرموت والطاقم الفني على إتاحة الفرصة لنا بالحديث عن هذه البطولة. جميل جدا. نعم. جميل جدا. صراحة نفخر يا أيمن بأمثال عامر، وحابين في البداية يا عامر أنك تحدثنا حول البطولة، كم عدد المبارزات التي خضتها؟
هذه البطولة بلغ عدد المشاركين والمشاركات في بطولة العالم للشطرنج للهواة المقامة في العاصمة العمانية مصدر خلال فترة من 1 إلى 11 نوفمبر حوالي 400 لاعب ولاعبة يمثلون 64 دولة من مختلف بلدان العالم، قسمت إلى 3 مستويات أو تصنيفات. وفي التصنيف 1700 شارك فيها حوالي 190 لاعبة ولاعبة، وفي تصنيف 2000 شارك فيها حوالي 86 لاعبا ولاعبة، وكذلك في تصنيف 2300 شارك فيها حوالي 71 لاعبا ولاعبة. هذه البطولة تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط من حيث التنظيم والمنافسة التي ضمت أفضل لاعبين على مستوى العالم. نعم اكتسبنا الخبرة في مثل هذه البطولات الخارجية. نعم عامر، أنت تحدثت عن مستويات أو فئات، يعني هل هذه مستويات تحدد مستوى اللاعب من هاوي إلى محترف ولا على أي أساس هذه المستويات؟ نعم، هذه البطولات تعتبر يبدو أننا فقدنا الاتصال بعامر، لكن سنعاود الاتصال به. وفعلا كما قلت على أنه نفخر أنه على مستوى العالم السادس عشر، يعني حاجة مش بسيطة، خصوصا أنه دائما الفترة الأخيرة تعودنا أنه اليمن في نهاية القائمة، لكن بأمثال يعني الأبطال والشباب اللي يمثلون حضرموت ويمثلون اليمن بشكل عام بإذن الله يعني بنعود لل. نعم رجعنا العامر. عامر معاي، اسمعني عامر. ألو. أيوة اسمعني عامر. أنا معك. تفضل استكمل أنه قلت لي هذه للهواء أو للمحترفين تعتبر. طيب، النظام المتبع في بطولة العالم الشطرنج هو النظام السويسري من 9 جولات لكل لاعب، والوقت المعتمد لكل مباراة 90 دقيقة مع إضافة 30 ثانية بعد كل نقلة. نعم أستاذي. نعم يعني أنه تعتبر هذه للهواء ولا للمحترفين؟ هذه للهواء، تعتبر البطولة للهواء. يعطونك يعني 30-60 ثانية ووقت محدد للمباراة هذه. نعم 30 دقيقة لكل لاعب مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة مع كل نقلة. جميل جدا. طيب بالنسبة للمشاركين من داخل الوطن، هل أنت كنت لحالك ولا في مشاركين أيضا يمنيين من محافظات أخرى؟ لا، بالنسبة للمشاركين في هذه البطولة حوالي 22 لاعبا يمنيا من مختلف محافظات الجمهورية. 22 تمثلت في محافظة حضرموت الذي مثلها 6 لاعبين، 3 من الوادي و3 من الساحل، وكذلك من محافظات عدن وأبين ولحج والحديدة والمهرة والضالع وصنعاء، كانت فيها من مختلف محافظات الجمهورية. أنتوا كنتوا تنافسوا بصورة فردية ولا على صورة منتخب يمثل اليمن؟ نحن مثلنا اليمن عامة ونادي مجودة بشكل خاص. يعني المشاركة مش منتخب يمني، مشاركة نعم فردية. نعم. يعطيك العافية عامر، لكن خلينا احنا شوية نتكلم عن الشطرنج. كيف الواحد ممكن يكون لاعب شطرنج كويس؟ أنا نفسي بس مش عارف كيف يعني. لعبة الشطرنج حقيقة ما هي سهلة تعلمها، لازم الجهد والمثابرة والصبر يعني في مثلا خطوات واحد يتعلمها، تكنيكات معينة ولا كذا بالفطرة وذكاء أكيد، لأن لازم أول حاجة اللاعب المبتدئ لازم يدرس الافتتاحيات، لازم أيضا أيمن يبدو أننا فقدنا الاتصال مرة أخرى، لكن صراحة يعني أخذنا لمحة كاملة عن البطولة، ومرة أخرى نجدد حديثنا ونقول أنتم فخر لحضرموت، لعبة الشطرنج هي لعبة الملوك. صحيح. ليست لعبة بسيطة. إذا قدرنا عاد نحن نرجع معه علشان نختب، وإذا ما تمكننا خلاص فعلا لعبة الملوك. وعلى فكرة زمان كانوا يجلسوا أيام. صحيح. يعني تلاقي الملوك أو الوزراء ما مش زي الآن يعطونهم 60 ثانية للتفكير، ممكن واحد يأخذ فترة طويلة. نعم. فاللعبة تجلس 3 أيام يجوا أو أكثر، يجوا يعني ينتهوا هنا فيجوا ثاني يوم يكملوها. يكملون ضافة أنها تحتوي نقاشات
لعبة جميلة كذا تحس انها رايقة يعني. يلا ان شاء الله ان شاء الله يوم يجمع نحن نجيبها هنا نجيبها على الطاولة. اذا مشاهدينا الاكارم اكيد مستمرين معكم، لكن نطلع فاصل بسيط ونعود اليكم مجددا، خليكم معنا. حياكم الله من جديد. إن الله عندما وهب الإنسان العقل كأنما وهبه مصنعا متكاملا داخله، يختص بالتطوير والتفكير، وهو الخصيصة الأسمى التي تميز بها عن سائر المخلوقات. ولهذا كان كرما ومنا من الله أن وسع مدارك هذا العقل وأخذ بطرف كل علم ليتفكر في بديع صنع الله ويقوم بمهمته الأساسية على أكمل وجه، ألا وهي إعمار هذه الأرض. والعلماء هم ورثة الأنبياء يا أيمن، ومنارة يهتدى بها، وإن تكريمهم من الله كل الذين أعمل عقولهم لتحسين جودة العلم ولتطوير ذواتهم لفهم مجريات التسارع التكنولوجي في العالم. ما زلنا في استقبال المبدعين من مختلف المجالات، فضيوفنا في هذا الاستوديو الطالبان الحاصلان على درجة تعليمية، محمد ماهر العزو الحاصل على المركز الأول بمادة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والطالبة منى صالح باعوم الحاصلة على المركز الأول بمادة الفيزياء في امتحانات الشهادة الدولية للثانوية العامة في بريطانيا. محمد ماهر ومنى حياكم الله، صباح الخير عليكم جميعا. لو بدأنا معك منى، حدثينا احنا عن طبيعة هذه المشاركة والمسابقة وفين كانت؟ هي كانت في مصر، تجربة جميلة ولعلها موترة قليلا لأنها كانت طبعاً خارج البلاد، ولكن لها إيجابيات كثيرة، فقد تعرفنا على ثقافات أخرى، حيث أننا أخذنا الاختبارات في أحد المدارس المصرية مع الطلاب المصريين في مدرستها وطلاب أيضاً من مدارس أخرى. تجربة جميلة الحمد لله، حصلنا فيها على فرصة كبيرة. نعم جميل جداً. ماهر تفضل، كيف تجربتك؟ طبعاً هي تجربة جميلة، وإحنا بالنسبة الدفعة الثالثة لمدارس حضرموت العالمية، فكان العديد من الجهد المبذول والدراسة والمراجعة كي نحصل على هذه الدرجة المتميزة. وطبعا هذه تجربة يعني تبقى للعمر، ذكريات مع أصحابنا، وكانت فرصة جدا رائعة. نعم، لو تحدثنا عن طبيعة المسابقة حتى نفهم نحن والمشاهد، هي عبارة عن مسابقة لطلاب الثالث ثانوي تحديدا في مجموعة مجالات على مستوى دولي من مختلف الدول المختلفة، هكذا هي طبيعة المسابقة؟ أيوة، هي دراسة ثانوية ويوجد العديد من المواد. طبعا لأن هذا البرنامج عالمي وهناك عديد من الطلاب الذين يقدمونه، لا يتم ترتيب الطلاب على حسب من يكون الأول في كل المواد، ولكن في كل مادة يكرم طالب محدد. وطبعا أنا كرمت بالمركز الأول في مادة التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزميلتي كرمت بمادة الفيزياء. نعم، في مادة الفيزياء كلمينا عن التخصص هذا وحبك له ربما من سنوات. هي مادة جميلة طبعا، لي شغف فيها، ولكن الشغف لا يكفي، فلا بد من الاجتهاد والمذاكرة، ولعل هذا يكون يعني اجتهاد ومذاكرة مع شغف سبب لي الحمد لله الحصول على مركز أول فيها على مستوى مصر. طيب منى، يعني بإيجاز حدثينا عن خوضكم للامتحانات والدراسة بشكل عام، يعني في مصر ولا اللي هنا؟ في مصر. هي يعني انه في مدرسة مصرية احتضنتنا، طبعا لانه منهجنا ليس له مركز في اليمن، فلهذا اضطرنا الى السفر الى مصر واداء الاختبارات هناك، حيث ان اخذنا اسم مدرسة مصرية لاداء الاختبارات كطلاب مصريين، ولكن اصلنا يمني. معلش، الطلاب كلهم طلاب المرحلة اللي انتم فيها كلهم سافروا ولا اختاروا مجموعة من الطلاب؟ لا، كلنا جميعا سافرنا كصف لاداء الاختبارات الثانوية العامة. نعم. هي عبارة عن شهادة أو درجة علمية أو إيش بالضبط؟ هي شهادة IGCSE O-Level، هي شهادة بريطانية للثانوية العامة وتقدم لكل الطلاب الذين يخوضون هذه الامتحانات، فنحن حصلنا على شهادة IGCSE O-Level. أنت في تكنولوجيا المعلومات، نعم، حدثنا عن التخصص هذا وكيف جات طبعا هذه المادة هي تتكلم عن الأجهزة الحديثة بشكل عام، وتتكلم على آثار الإنترنت والتكنولوجيا على العالم، وهنالك أيضا جانب عملي حيث يدرب الطالب على استخدام التطبيقات التي اعتاد الناس استخدامها في حياتهم اليومية مثل مايكروسوفت وورد ومايكروسوفت إكسل. يعني أنت هذه أمور أخذتوها في المدرسة ولا تعتبر جهد شخصي؟ لا بالطبع، هذه كل الذي درسناه
كل الذي خضناه درسناه في المدرسة، يعني كل المواد التي خضناها في مصر كانت تدرس في مدرستنا. جميل جدا. طيب منى، خلينا نتكلم عن الصعوبات اللي واجهتكم. أكيد أنت كبنت وبنت سنها صغير، وهذه الخطوة اللي خطوها يعني قد تكون كبيرة، سفر وخوض امتحانات في الخارج، أكيد تجربة كانت فيها من الصعوبات، ممكن تحدثين عنها؟ بالطبع هي صعبة، ولكن كل الشكر يعود إلى أهلي حيث أنهم شاركوني في كل خطوة من هذه التجربة، من سفر وأداء اختبارات، يعني حيث أنهم كانوا يوصلوني وما إلى هذا. وطبعا شكر يذهب إلى معلمينا لتوصيلهم المعلومات ومذاكرتهم أيضا، وأيضا عائلتي مجددا لتوفيرهم بيئة مناسبة وجميلة للمذاكرة. الحمد لله. نعم، يعني ما شاء الله كانت تجربة نفخر بها كلها، مش المدرسة بس وأهلكم، كلنا نفخر بهذا بهذا الإنجاز. مرحلة الثانوية أنتم كملتوها الآن، أكيد بدأتوا تدرسوا التخصصات عشان مرحلة ما بعد الثانوية، إيش يا ماهر؟ بالطبع، طبعا نحن لأننا خريجين جدد، فما زال كان كل تفكيرنا في الاختبارات التي قدمناها، ولكن الآن بالطبع نريد أن نكمل مرحلة الجامعة. وأنا شخصيا لدي ميول في التطبيقات والبرمجة، فمن الممكن أن أختص بهذا المجال في المستقبل إن شاء الله. يعطيك عافية. منى، أتطلع لدخول المجال الطبي إن شاء الله، وربما إن شاء الله يعني الحصول على منحة لإكمال دراسة في الخارج بشكل أفضل إن شاء الله في نفس المجال تخصصا بإذن الله. صراحة سعداء وفخورين بكم، وأكيد في كثير من الطلاب اللي قاعدين أمام الشاشة ويشوفونكم، يشوفون عباقرة حضرموت والوطن العربي، خلينا نقول، وبإذن الله علماء المستقبل بإذن الله. إيش النصائح اللي ممكن تقدمونها للطلاب أو الأشخاص اللي في سنكم؟ طبعا هو كل شيء ممكن ببذل الجهد، لذا ابذلوا جهدكم لتوفير او الحصول على مستقبل افضل باذن الله، ولنيل فخر اهاليكم، عائلاتكم، اصدقائكم والوطن ان شاء الله، وتعمير البلاد ان شاء الله باذن الله. ماهر، التوكل على الله دائما وابدا، والا يستصغر الانسان اي انجاز، فالنجاح خطوات، فيمكن ان يكون النجاح اول شيء على الصعيد الشخصي، ثم على الصعيد الصفي، ثم على الصعيد المدرسي، ثم على الصعيد المحلي أو الدولي. فلا يستصغر الإنسان ويكون دائما متميزا أيا كان المنهاج أو المدرسة أو المرحلة الذي يدرس فيها، فالمتميز يبقى متميزا أينما كان. نعم، يعطيك العافية. محمد، أنت من سوريا شقيقة، نعم، كيف أنت جيت هنا؟ كيف الحياة في حضرموت؟ يعني ما شاء الله عجبتك يعني؟ طبعا صار لي 5 سنين في حضرموت المحلة، وعندما أتيت إلى اليمن التحقت بمدارس حضرموت العالمية، ويعني سبحان الله الآن خلصنا المرحلة الثانوية، يعني الوقت يعبر، وكنا يعني متأملين نرجع سوريا قبل، بس يعني سبحان الله قصة الثانوية أنتوا في وطنكم الثاني، وإذا شئت فهو الأول. طيب أيمن، سمعت محمد لما يقول الوقت يعبر، هذه أعتقد أنها حضرمية. فأنت الآن خلاص مننا وفينا، ونبعث تحية لكل أهلنا في سوريا. نعم، منى أنت أكيد عجبتك حضرمة. أيوة أكيد يعني. طيب خلونا احنا نختم الفقرة هذه، إذا حد عنده مثلا موهبة، حد مثلا صوتك حلو يا محمد ماهر، تحب الإلقاء قصيدة معينة، في حاجة كذا موهبة غير الجانب العلمي، خلاص انتهينا من الشهادة والدرجة العلمية، خلونا نسمع مواهبكم في مختلف المجالات. عندي موهبة رسم، بس موهبة الإلقاء يعني ماني، ما جبت شي لوحة معك، إن شاء الله المرة الجاية. إن شاء الله المرة الجاية. ما برضو الرسم، عفوا الرسم شوي، وأحاول أتعلم العزف على الكمان المرة الجاية بتجيب كمان إن شاء الله. المرة الجاية نستضيفهم كفنانين مش علماء. صحيح. بإذن الله. إذن كل الشكر لكم محمد ماهر وأيضا منى باعوم، ونتمنى لكم إن شاء الله مستقبلا المزيد من التفوق والنجاح. حد عندكم عنده ميول إعلامي؟ أكيد عندك ميول إعلامي، إيش رأيك تختم الفقرة هذه؟ طبعا مشاهدين الأعزاء، شكرا على حضور هذه الفقرة، ونتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قولي كلمتين. شكرا على متابعتكم فقرتنا الجميلة، ونرجو أنكم استمتعتم بلقائنا البسيط، وشكرا والسلام عليكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الأكارم، ولا زلنا في هذه الاستضافات والفقرة النقاشية والمزيد من الموهوبين. من المعروف في هذا العالم أن الجمال واحد من الأشياء التي تشد الإنسان
في الحياة. فالجمال كما صنفه نجيب محفوظ سلاح نافع في يد الفقير. واليوم كما نعرف فإن واحدة من وسائل التجمل الظاهري لا سيما لدى النساء هي المكياج، وهي طريقتهن للتحويل من شكل لآخر. اللي كتب الجملة دي أكيد مش بنت. نعم. إذن ضيفتنا في الاستوديو منار سعيد، طالبة علوم تكنولوجيا الأغذية وأيضا ميك اب أرتست، خليط جميل بين التفاصيل والجمال. ونرحب بك يا منار، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. هندسة عفوا تكنولوجيا أغذية وميك اب أرتست، كيف جات الخلطة هذه؟ هي خلطة مو متركبة أبدا، بس هي جات أولا. أنا بدأت في الميك اب أرتست كانت هي عبارة عن موهبة مني واجتهاد شخصي بالأكثر. في يوم من الأيام حسيت أنه أنا ليش البنات كلهم يعرفوا يسووا مكياج أنا لا، فحبيت أني أطور نفسي. تابعت في اليوتيوب، شاهدت أكثر، لين جات يوم من الأيام أني ليش ما أشتغل في ككوافير كأرتست. فاتخذت هذه الخطوة وتهورت نوعا ما. بس قبلها ما كان مثلا في نشوف احيانا نحن دورات ميك اب؟ لا، دخلت لهذا المجال بدون دورات، كان زي ما قلت لك اجتهاد شخصي. يعني اهل البيت هم ساعدوك واخواتك؟ ايوه، كان اللي حولي المحيط اكثر متحمس مني، فكان كل ما يشوفوني منار انت عندك موهبه، منار ليش ما تستثمريها، منار ليش ما تجربي. فجربت. جميل جدا. طيب منار، خلينا ننتقل للجانب الاخر، هو تخصصك. يعني واحده هاويه مكياج وتزيين وجمال التحقت بمجال دراسي، هل له علاقة هو ما كان يعني دافع أني أدخل مثلا مجال المكياج أو أني أدخل مثلا مجال المكياج دفعني أني أدخل التخصص؟ لا، فمجال المكياج هو موهبة وهذا عبارة عن ميول دراسي. لو حد غيرك كان دخلت يعني كليات الفنون الجميلة، في كليات اللي فيها رسم وفيها فن وفيها؟ لا، أنا ما عندي في مجال الرسم أبدا. فعشان كده أنا اتجهت أكثر شيء خاصة أنه تخصصي علمي، فاتجهت لدي المجال وأنه عندي رغبة أني أدرس مجال علمي، مجال بحثي، فاتخذت هذا المجال. أوكي. ما أثر على مثلا دراستك الجامعية، العمل، الموافقة بين العمل وتخصص علمي وعمل جانب يحتاج إبداعي وفني؟ يعني هو من ناحية الوقت كان ضيق، فأنا ما أقدر أوافق ما بين الشغل وما بين الدراسة. فيعني الدراسة تأخذ أغلب الوقت، ما بين الشغل يحتاج وقت أكثر، فتلاقي شوية صعوبات. جميل جدا. طيب منار، في الآونة الأخيرة وفي الفترة الأخيرة اتجهت الكثير من النساء أو يعني اتجهوا لمحلات التجميل وللتجميل بشكل عام. زمان كنا بس نشوف العروس اللي هي تتزين عند الكوافيرة أو الكوافيرة تجي، لكن الآن أصبح الكل يعني خريجة من جامعة تروح تتزين في كوافير، معها زواج رايحة تحضر إيش اللي يخلي النساء يعني يتزينون والبعض للأسف يوصل للمبالغة في المكياج وإلى آخر؟ هو كمكياج هي فكرة تزين، وإحنا النساء فطرة عندنا إن نحب الزينة، نحب إن نكون بمظهر جميل. تمام. في بعض النساء هم فطرة عندهم يحبوا شيء اسمه مكياج، في أي لحظة في أي آونة هم بيحطوا مكياج. يعني حتى لو كانت نفسيتهم تعبانة. أيوة. فهو عامل على فكرة مهم في تهدية الحالة النفسية. أيوة. يعني هذه دراسة تقول دراسة، وربما إحنا مجربينه شخصيا لما يعني نكون في حالة ضغط، في حالة نفسية. شفت كيف يا إيمان؟ نجي أول شيء إلى المكياج، فتلاقي إنه مجرد تغيير بسيط تحس من داخلك في شعور حلو إني شفت نفسي في تغيير، في مظهر حلو أنا ظهرت فيه، فتحس إنه في راحة. هو ربما يدخل في جانب نفسي نوع من المواساة والاعتزاز. أيوة. بالنفس، انه لما الواحد حتى الولد لما يلبس حاجة بدلة جديدة، يلبس حاجة جديدة كذا، يشعر بنوع من الارتياح. لكن النقطة اللي ذكرها على احيانا يصل الى نوع من المبالغة، يعني حتى يحدث اثر عكسي، يعني بدل ما يكون عامل جذب يكون عامل ربما انزعاج، وهذا طبعا غير محبب في هذا المجال. بس في كل شخص يحب درجات معينة إنه يوضع المكياج. في بنات، في نساء ما يحب وضع المكياج خالص، في نساء يحبوا بوضع بشكل متوسط بشكل خفيف، بحيث إنهم يحافظوا على نفس ملامحهم بس بتغيير طفيف. وفي البعض لا، يجي يقول لك لا غيرني درجة 180 درجة. غيرني. صادفكم هذه؟ كأنه قناعة يصبح. كأنه زي عمليات التجميل. أنا أبغى بظهر شخص واحد ثاني.
أنا ما بغيت نفس الشكل اللي هو معتاد. لكن هذا يشكل خطورة ربما. أكيد، وهذا نوع من أنواع الغش يعتبر. الغش وأنها بعدها ما بتقبل شكلها الحقيقي. أيوة. فبتضطر أنها 24 ساعة واضحة المسألة. ومش دائما أنه التغيير يكون بشكل حلو. في أوقات الشكل المبالغ فيه ما يظهر بشكل حسن. صحيح. أبدا. صحيح. طيب أنت كم لك سنين في هذا المجال؟ سنة. أكيد يعني صادفتي وشفتي مواقف كثيرة، من ضمنها موقف غيريني تماما. إيش المواقف الطريفة خلينا نقول، أو المواقف اللي استغربتيها وبقيت في ذاكرتك؟ هو مو مواقف غريبة، بس إنه أكثر الشعب هو كذا، إنه يجي لك زبون. زبونة قصدك؟ زبونة. يجي زبون زبونة أوكي، تجي تقول لك أنا بغيت الشيء الفلاني هذا. طيب هو ما حيناسبك، ما يليق عليك. لا أنا بغيته. تجيب صورة مثلاً معينة. أيوة. أنا بغيت مثل هذه. عدم فهم المجتمع أنا على أي أساس أحط المكياج. طبعاً له تكنيكات معينة. أنا أحط المكياج على أساس شكل العين، شكل الوجه، شكل الحاجب. فما تجيني أنت كأنك أنك فاهمة أكثر مني. فهذا أكثر شيء كان يضايق، أو أنه المواقف الغريبة، أو أنه يجي لك طفل يطلب طفلة تطلب مكياج صارخ. فهذا شيء أبداً ما بس انه للاسف موجود، يعني موجود بكثره، انه تجي والدتها تقول لا انا بغيتها مكياج زي حق اختها الكبيره اللي عمرها 20 سنه. الام اللي تقول كذا. ايوه. مشكله هذه. طيب هنا نقطه مهمه، يعني هل الاسراف في استخدام المكياج اثر تراكمي على البشره، على العيون، على مجرد انت ما تستخدم المكياج وما تعمل له عملية تنظيف بشكل صحيح بعد انتهاء المناسبة، هذا أول شيء يأثر على البشرة. أوكي، خلينا على مخاطر المكياج. لو قلنا أولا حب شباب، تجاعيد، شيخوخة، هذا كلها مسببات من المكياج. طيب إيش النصائح اللي ممكن تقدميها للبنات عشان اللي يحبون المكياج، عشان يتفادون ظهور التجاعيد؟ أولا يحافظون على ترطيب بشرتهم قبل وضع المكياج لحماية بشرتهم. عملية التقشير دائم أول بأول للبشرة. نعم. بعد انتهاء مثلا من استخدام المكياج يتم استخدامها، يعني يتم استخدام مثلا ماسك معين طبيعي أو عادي، ماسك كيماوي مو نعم. مشكلة. نعم. بس عملية الغسل بشكل صحيح. صحيح، تظل هذه في الأخير عوامل مساعدة، لكن كما يقال بأن الجمال الحقيقي جمال الروح. شكرا لك. إذا عندك إضافة على بس إضافة في شغل الميك اب ارتست مؤخرا، يعني ظهرت العارضات، إنه كنتوا زمان شغلكم مخفي لكن الآن في عارضات وفي أيضا أقنعة وفي إلى آخر، حدثينا عن هذا الموضوع، هذا الشيء فادكم في شغلكم؟ أكيد، يعني هو الحصول على موديل شوي متعب الأمر في بعض الأشخاص، إنه في بداية عملهم فتكون أجرة الموديل غالية نوعا ما. الموديل هي اللي تعملوا عليها. أيوة، الشخص اللي نعرض عنه المكياج. تسهلت في الآونة الأخيرة إنه ظهور القناع الصناعي السيليكون. طبعا هو كتكنيك صعب نوعا ما، أصعب من إني بسوي في ترسم على بشرة مش على بلاستيك. أيوة، فبس لكنه يساعدك إنك تظهر ولو جزء من شغلك. نعم، ويعني صراحة شيء جميل، وهذا ما يحصل حاليا، إنه في كثير من الميك اب ارتست أمثال منار ممكن يعرضون أشغالهم في الانستغرام، في يسوقون لأنفسهم، وهذا شيء جميل. كل الشكر لك يا منار، كانت فقرة جميلة ولطيفة. أكيد للأخوات تحديدا. نعم. شكرا منار. شكرا لكم. بل كانت هذه جولة أو ربما دردشة اعتبرتموها في جانب الجمال وما يتعلق بالمكياج بالنسبة للأخوات. فاصل وبعده نواصل هذه الحلقة. سيدات والسادة، عدنا إليكم ووصلنا وإياكم إلى الفقرة الثقافية التي نناقش فيها حاجة خفيفة لطيفة عن الشعر الشعبي وأحيانا عن الشعر العربي والشعر والأدب والثقافة بشكل عام. أكيد يا أيمن، اليوم طبعا مثل كل مرة بنتكلم عن شيء في قصائدنا الغنائية الجميلة اللي نسمعها دائما. نرحب بزميل عزيز محمد علي بعيسى. حياك محمد. يا مرحبا أيمن، يعطيك العافية. إيش اليوم معنا؟ اليوم ممكن نتكلم عن مفارقة عجيبة في شعرنا الغنائي. لما نتكلم عن المفارقة العجيبة هذه بنلقاها متعلقة بمناجات أو منادات المحبوب. يعني بالعادة الشاعر عندما يناجي محبوبه
يعني يقول له يا شبيه يا شبيه القمر يا شبيه الزهر. هذا العرف أو التجلي أو لحظات الوله الموجودة دائما في الخطاب العاطفي. لكن في شعرنا الغنائي نلقى برضو في قصائد الشاعر خاطب محبوبه فيها بصيغة غريبة نوعا ما، يعني بدل ما يقول له هذه الصيغ اللي ذكرناها قبل شوي تلقاه يشبهه بالسلاح أو يخاطبه بآلة حربية وعسكرية. هذا الموقف يعني فيه تناقض رومانسي وعاطفي كبير جدا. يعني لما نجي نتتبع بعض القصائد في شعرنا نلقاها موجودة. نأخذ مثلا في قصيدة المحضار في حبلك قوي ما هو بعض الحبال، يقول محبوبه أنا بانوي أشوفك حقيقة لا خيال، وأحملك عاكت في سلب بكبغطوي في شعب ما بين الجبال، ولا على شط العرب حيث الهوى يهدي نسيماته. في قصيدة ثانية نظرة وبسمة تكفي يقول له وأتسلبك عاكتفي يا ميزر دقيق الصنع سام، تعطي محبك شهرة وقت المحك والزرة في البيت أو خارج البيت. وعلى فكرة هذا الشيء مش موجود أبدا بس في شعر المحضار. حداد بن حسن الكاف في قصيدة يا غصن قد ربوك أهلك يقول شيء مشابه من هذا، يقول عيني على ميزر مخرج صنعته ملبوب، زين الحديدة والمشط ما يمتسك خصرة، يا ريتنا بتسلبه بلقي عمامة لاس، يا خير سلبة شلت الشهرة ولا تستاهل إلا للسلاطين. هذا حداد. الآن لازم نطرح سؤال مهم، إيش الحكمة أو الفلسفة من تشبيه محبوب رقيق وعاطفي بآلة حربية وعسكرية؟ إيش الحكمة؟ التضاد واضح جدا. لربما وهذه وجهة نظر تحتمل الصواب والخطأ، يعود الموضوع إلى النسق الثقافي المتجدر في حضرموت بخصوص البيئة القبائلية أو البدوية. البدوي معروف ما يفتخر ولا يرى أن وجوده يكتمل إلا إذا كان السلاح موجود عنده، ولهذا قالوا في مثلهم الشعبي السائر ما حد ينسى سلبه، فلحظة اكتماله ووجوده تكتمل بأغلى ما لديه اللي هو السلاح. وعندما حاول تشبيه محبوبه حاول يعطيه قيمة عالية جدا فشبهه بأغلى ما يملك اللي هو السلاح، فخاطبه بهذه الصيغة وإن كان فيها يعني نوع من التنافر والتناقض الرومانسي إلا أنها تحمل دلالة فلسفية تدل على أهمية أو تأثير البيئة على ثقافة الشاعر. صحيح، يعني هو ما يكمل إلا بهذا الشيء، وصفها وشبهها بالشيء اللي يحبه ويعشقه يعني. صحيح. هذا طيب. محمد أنت إيش تفضل لما الشاعر يوصف محبوبه بشيء جميل كالزهر والقمر ولا بشيء كالسلاح؟ لكن الشيء العاطفي اللي هو ينتمي للجمال، إلى فلسفة الجمال، دائما يقولوا في الفلسفة أنه الجمال هو الطبيعة حين تمر عبر الإنسان. فأنت كل الطبيعة أي منظر شفته جميل بإمكانك أن تسوي منه إسقاطات على محبوبك، فدائما كل ما مال الوصف إلى الرقة إلى اللطافة كان أفضل. جميل جدا. جميل جدا، يعني ما بنجي يوم بنحصلك تشبه محبوبة وكذا بسلب ولا بقطع تحامل في موضوع الطيران يعني. بس في الآن أغنية ترند طلعت مش عارف إيش، أحبك سفاح مجرم حمل لي سلاح قبل أحبك تسونامي وكذا. أيوة في الفترة الأخيرة أصبحوا الشعراء العربي حتى الرومانسيين أصبحوا يعني فيهم شيء من لغة العنف يعني. هذا تطرف الرومانسية. إذن كانت فقرة جميلة يا محمد كالعادة، وصراحة أيمن يعني نزعل دائما أن نختتم هذه الفقرة مع محمد. لا لا بس هو ضيف دائما موجود. ونكمل الجلسة على البوفيه بعد. شكرا أبالي. شكرا لكم. يعطيك العافية. إذن كانت هذه هي الفقرة الخاصة بالجوانب الثقافية والشعرية مع زميل محمد علي بعيسى. فاصل معنا على إذا نطلع فاصل وأنا أعود لكم مجددا، خليكم معنا. حياكم الله مجددا. بالتزامن مع احتفالات العالم اليوم العالمي للسكري نظمت الرابطة الحضرمية للسكري المؤتمر العلمي بهذه المناسبة. وفي هذه الفقرة الطبية مشاركة من الرابطة الحضرمية للسكري ومركز السكري في هيئة مستشفى الجمهوري التعليمي بعدن، برنامج يناقش التوعية بمرض السكري ومخاطر المرض. نرحب بضيوفنا وضيوفكم في هذه الفقرة الطبية لبرنامج يوم جديد، دكتور سميح محمد القاسم استشاري الباطن والسكري ومدير مركز عدن للسكري بمستشفى الجمهوري بعدن. حياكم الله دكتور. وأيضا معنا الدكتورة فايزة أحمد العمودي اختصاصي الأمراض الباطنة نائب رئيس الرابطة الحضرمية للسكري. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. يعطيكم العافية. أول حاجة نورت المكلة دكتور. نوركم إن شاء الله. الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. خلينا احنا نأخذ لمحة عن مرض السكر. هل هو مرض؟ نحن كنا عندنا إشكالية هل هو مرض أم أنه
أو داء؟ هو طبعاً إحنا عشان ما نقولش للمواطن مرض فبيخاف، فهو اضطراب علمياً، اضطراب التمثيل الغذائي بالنسبة يحصل بسبب قصور في إنتاج الأنسولين، أو أن الأنسولين متواجد بكميات لكن عمله ضعيف أو غير موجود، أو الاثنين مع بعض، مما يؤدي إلى زيادة في نسبة معدلات السكر في الدم، وهذا يعمل اضطرابات ويعني في كل نواحي التمثيل الغذائي من الكربوهيدرات وبروتين ودهون، ويؤدي إلى مضاعفات مرضية ناتجة عن انسداد الشرايين الكبرى والصغرى في الجسم. ونحن عارفين أنه هذه الاضطرابات هي المتواجدة، وهو مرض منتشر على مستوى العالم، وللأسف منتشر على مستوى الدول النامية بشكل أكبر، ومن ضمنها البلد حقنا. إيش الأسباب بشكل أساسي؟ الأسباب طبعا هو المشكلة في نمط الحياة السريع والتغذية السيئة المتمثلة بالغذاء السريع والأكولات الحاوية، فاست فود والأكل المحتوي على معدلات عالية من السكر والدهون والنشويات بشكل كبير. نعم، وهذا للأسف أصبح أسلوب حياة لدى الكثير من الشباب. ففي هذه الفترة نشوف مرض السكري ينتشر بين شريحة كبيرة من الشباب. بشكل بسيط أنا أقول لك، في كل بيت في مريض سكر، وفي وطننا يمكن أكثر من مريض موجود في بيت. نعم. يعني زمان كان كبار السن ممكن اللي تلاقي عنده سكر، لكن الآن أطفال وصغار، نمط حياتهم الغذائي كان مختلف عنا، كان بسيط. نعم. يعني عشان نبين بس للمشاهد انه نمط الحياه له دور كبير جدا. في البعض يتعذر اللي يقول لك انه عندي وراثي، تشوف شباب يقول لك وراثي وهو اسلوب حياته، لا قد يكون العامل الجيني موجود. نعم. لكن ظهور المرض هو المحفز لنمط الحياه الخاطئ الموجود عندنا. نعم. دكتوره فايزه، في انتم في الرابطه الحضرميه للسكري دائما تواكبون مثل هذه الأيام وتحيونها بالتوعية بالأنشطة المختلفة، إيش معنى العام هذا؟ لدينا مؤتمر، لدينا ملتقى. هو سنويا اليوم العالمي للسكر يصادف 14 نوفمبر. سنويا نعمل قبلها من أكتوبر حملات. الحملات تتضمن الخدمة، أصلا هي الخدمة معنا عيادة سكر موجودة في ابن سينا على مدار السنة تعمل، لكن مع أيام الحملة نعملها تكون عيادة هي أصلا مجانية، لكن في عصد نحاول نتعاقد مع بعض المختبرات أو الشركات أنها توفر لنا العلاجات مجانية، وتوفر لنا أيضا فحوصات إما المختبرية إما مجانية أو بشكل مخفض. يعني هذه من ضمن الحملة، لكن هي الخدمة كعيادة خلال السنة موجودة. الآن 4000 مريض مسجل في عيادة السكري، مش من المكلف فقط، اللي يجي من الشحر، يجي من الريدة، من يعني فعلا مديرية الساحل، مديرية الساحل للمتابعة. ايضا عندنا بناء قدرات، هي بناء قدرات سواء كان كادر تمريض نعلمهم نسبه تثقيف، يعني تاهيل كادر تمريضي مثقف للسكر، لان هذا تخصص تثقيف السكر، مش اي مرض. يمكن في اسئله حساسه احنا نربطها مع الواقع، مثلا اكل باخمري، اكل الباقيه الصبح لما نبسط ايش مخبوطه وذا، لا نعلمهم انه في اللي هو انواع مخبوطه والسكر والعسل. ايوه. عندكم الفول، عندكم الخضره، في حاجات بدائل، ثقافه ربما نحتاج الى في ثقافه موجوده، بس ايش مجرد انك ترتبها، بس ترتبها، انه مش ان احنا. فايضا هذا بالنسبه لبناء القدرات. من ضمن بناء القدرات وهي المؤتمر، مؤتمرات العلميه هذه تكون الناس الاستشاريين والاخصائيين اطباء العموم. ليش؟ ايش الجديد الموجود؟ ايش احنا نقدر نعمله؟ يعني في علاجات كثيره هي موجوده من عام 2012 2010 بس ما وصلت عندنا، لكن الان بدات توصل. فمو مشكله انك تتكلم عن الجديد، اللي راح يجي بعدين في 2026 2027 بيوصل عندنا، لكن العالم يعمل فيه. ايضا انها ايش ثقل مهارات الاطباء الجدد، انهم الاطباء الريزيدنتس المقيمين، انهم تعرفوا على خبرات الاخصائيين. يعني كاستشاري الدكتور سميح، عندنا الاستشاري احمد المنصوب هو استاذ الدكتور سميح، عندنا استشاريين كثير، يعني في اللي جبنا من عدن، في الاستشاريين الموجودين هنا دكتور فهمي عرام، استشاري الدكتور سالم، اسماء سالم بزهر، اسماء كثيره كلهم متجاوبين. يعني تعاملوا مع حالات
مش بالضرورة أنها على حسب تعاملوا مع حالات من خبراتهم، إضافة إلى العلم نحن نستقيه الآن والجايد لاينز التطورات الحديثة في السكر والأشياء اللي بتجي والأشياء اللي جت. يعني المرض جالس يتطور السكر كمان. هو ما شاء الله طبعا الآن على الذكر الإحصائية في العالم كله 570 مليون نسمة مصاب بالسكر في العالم كله. احنا في اليمن حتى الان احصائيه مش واضحه، لكن اخر احصائيه قالوا انها 530 الف. انا ما اعتقد، لان على قول الدكتور سميح انه ما بين كل مريض سكر ما يبان، مش عارفين مريض سكر يجي لك بيسوي عمليه تنقيش هذه يطلع عنده سكر عالي وهو سكر عنده 5 سنين. خصوصا انه الناس عندنا او في المجتمعات انه مش المجتمعات اللي تفحص بشكل دوري. ايوه كشف، لا اللي يروح يفحص لو في شيء. ايوه هو من ضمن نشاطنا احنا عملنا ايش الكشف المبكر للسكر. عملناه فين؟ في مكان عام في الهايبر، يعني زي ما تقول زوايا صحيه، عرفنا المريض الناس ايش معناته مرض السكر، كيف تعمل كشف مبكر ان انت بيجي لك سكر او انك نسبتك اقل. في الاي دي ال امريكان الرابط الامريكيه للسكري نزلت استماره معينه تعبيها بعدين تحسبها حساب معين ان يكون هذا قريب السكر، تقيس الوزن والطول والضغط والسكر في نفس اللحظه وتطلع. دكتور سميح، ربما انتشار مرض السكر في كل بيت هذا عاد علينا بشكل عكسي، يعني اصبح الناس ربما تتساهل يقول لك يا اخي الناس كلها عندها سكر. لا، يعني كل ما انت زي ما قالت الدكتوره فايزه، كل ما عملت الكشف المبكر للسكر كل ما استطعت انك يعني تمنع مضاعفات المرض. ونحن شايفين كم من مريض عندنا غسيل كلى يظهر، كم من مريض مشاكل في الشرايين الثقيله، القلب والدبحات والجلطات والقدم السكري والغرغرينه، يقولنا اوريدي قدوم في المشاكل. فكل ما كان في اهتمام بالسكر والنظام الغذائي وأخذ العلاج بانتظام، كل ما تجنبنا المضاعفات. في العالم كلهم هم يتجنبوا المضاعفات وليس يعني انتظار والأمر ما فيش. هو المرض هو يسموه القاتل الصامت، يعني هو أنت سبته هو ما بيسيبك. صحيح، خذها قاعدة. المرض ما بتقول خلاص كلهم عندهم سكر، هو أنا بعضهم بيقول لي يا دكتور نحن بنخزن له بنعمل له بنصلح له، أقول لهم هو ما بيسيبكش، هو عايش فيك. اللي أنت الآن تتكلم هو عايش فيك، هو الآن ينهش فيك لكن من تحت الرمل بيشلك. لكن انتبه ما تجيش المضاعفات. لا 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 توجد حتى الآن حالات تعافي وشفاء من السكر؟ يعني لما واحد ينصابه ممكن أنه يشفى منه ولا هو مش ما يعني حالة تعافي؟ هو حالة انتهاء مؤقت، يعني احنا نسميها أو الريميشن. الريميشن يعني، لكن هذا طبعا تحصل في حالات معينة يحصل، ولكن نقول لهم احنا لازم تعملوا فحص يعني دوري والتزام بحمية صارمة حتى أصحاب عملية التكبيم والمعدة وهكذا نفس. طيب دكتور سميح، خلينا نتكلم عن المؤتمر العلمي وانشطته وفعالياته ممكن. بالنسبة لنا نحن كمركز السكري مستشفى الجمهورية التعليمي في عدن، طبعا نحن المركز المتأسس لنا من 2009 يعني حوالي 13 سنة، وقائمين على النشاط العلمي وبالإضافة إلى فحص المرضى وأيضا يعني عملية تأهيل الأطباء في عندنا في المناطق في عدن وجوارها. فمن ضمن النشاط الحين المؤتمرات الطبية، فالرابطة الحضرمية للسكري مشكورة وجهت لي دعوة بالحضور والمساهمة، ونحن يعني بالنسبة لنا هذولنا أخوة، نحن ننقل لهم كل المعلومات والتجارب لهم لتطبيقها على أرض الواقع والاستفادة استفادة قصوى. ونحن الآن مخططين على أساس أننا نكون بيننا يكون شراكة مستقبلية في الأنشطة وفي التدريب، وبإذن الله يكون القادم أفضل بإذن الله. بإذن الله. طبعا هو المؤتمر 300 مشارك حضور، فيها 30 محاضرة من الأخصائيين، المحاضرة كله الجديد في مرض السكر، وفيها 3 نقاشات بانل ديسكشن، وفيها المحاضرين من محاضرين ورؤساء جلسات حوالي 40، أن كل محاضرة كل محاضرة في 3 رؤساء جلسة، فهي حوالي كلها رؤساء الجلسة هي 40،
والمحاضرة معنا 30 محاضرة، هي 30 مش محاضرة، ما بين أبحاث ورقات علمية أوراق علمية وأبحاث، ويعني عرض لأبحاث وأوراق علمية والمحاضرات. الحضور يعني وصل بلغ عددهم، هو كان 300 طبعا امس بلغنا 330 ما شاء الله عدد الحضور. ايوه فاحنا كنا فاتحين يعني باب التسجيل فين هو في ابراج المحفوظ، طبعا ده يسمونه اللقاء العلمي الرابع، احنا عملناه ما زال مستمر الى لغدا يومين، الى اليوم يومين امس واليوم. اللقاء العلمي الرابع، ان اول لقاء عملناه 2019 كان في ابراج المحفوظ، بعدين 2020 ما في 2021 عشان الكورونا، 2021 عملناه في ايضا ابراج المحفوظ، 2000 والعام الماضي عشان عملنا نفسي هون هذا عملناه هنا. في قبل ما نتحدث عن مخرجات هذا المؤتمر، هناك ربما قول منتشر بين الشباب وبين بين قوسين متعاطيه الجات، يقول لك الجات يحرق او يساهم في عفوا، يقول لك اذا انت تبغى تعافى من الجات من السكر اسمع راي الدكتوره فايزه. ايش مصدر هذه؟ لا انا بقول لك على حاجه، يعني في دراسة عملت تقريبا واحد أخذ الدكتورة في ماليزيا على ما أعتقد هكذا، إنه القات يرفع السكر، يرفع السكر، فما معقول إنه القات ينزل السكر. لا توجد دراسة في العالم كلها، وأنا أشهد على هذا كباحث علمي، وأنا إن شاء الله ناشر بحث في المؤتمر الدولي للمؤتمر المرئي الدولي للاتحاد الدولي للسكري إن شاء الله، ونازل بحث علمي فيه في 4 إلى 5 ديسمبر، وينشر في المجلة العلمية للسكري للاتحاد الدولي للسكري. ما في أي بحث ولا أي في أقصوصة صغيرة تقول إن القات سوى ما يتداوله المتعاطي. طبعاً لأن المتعاطي بيكون إيش؟ أول شيء جالس يعني ما في حركة، وفيها سجارة وفيها سكر هذا المدريش، وفيها المشروبات الغازية اللي هي فيها سكر، وفي أبحاث داخل دماغه. أيوة فهي الأصح أنها تزيد السكر وبيرفع الضغط أثناء بيرفع الضغط بيرفع الضغط يعني اللقات يعني عادوا بيزيد الطين بلة يعني. فهو يعني مجرد أكذوبة وصدقوها. أيوة يعني هو ليش؟ لأنه يعمل أعراض تشبه أعراض هبوط السكر، أو اللي يخزنون يحصل لهم ضربات في القلب زيادة ويعرق، هذه أعراض هبوط السكر. عنده هبوط سكر أعرف إيه، أخذ علاجات سكر بعض الأحيان تحصل له هبوط، يحصل ضربات القلب، ده هذا كله يسمونه سمباتيك اللي هي يعني الأعصاب هي اللي تنثار من هرمون الأدرينالين يطلع وتطلع الدقة، وده مش إنه سببه هبوط، سببه المادة اللي في القلب. دكتورة فايزة حدثينا عن مخرجات المؤتمر العلمي. هو المؤتمر طبعا اليوم راح ينتهي، بس هو أهم مخرج المؤتمر أن الاستمرارية. احنا الحمد لله 4 سنين على التوالي مستمرين. ثاني حاجة أنه يكون في هناك توأم إن شاء الله وشراكات مع مركز سكري في عدن. احنا طبعا مركز سكري متواصلين معهم في عدن من زمان، لكن لو يحضرون بالزوم طبعا هذه أول مرة يحضرونهم الصوت والصورة. الصوت والصورة طبعا دكتور منصوب العام الماضي جاء صح من عدن، لكنه ما يمثل المركز تقريبا، هم اللي يمثلوا المركز دكتور سميح ودكتور مطري الله يذكره بالخير. هي التوصيات الأول شيء الاستمرارية، ثاني حاجة احنا من ضمن التوصيات صراحة فتح مركز سكر معالجة أمراض السكر، مركز لأهمية المشكلة، الأطباء موجودين، الكادر موجود مثقفين، احنا أهلناهم خلال 4 سنوات، زاد عددهم إلى الآن وصل عددهم إلى 81 دربنا يعني على كل سنة 25 25 25، العام 42 فوصل تقريبا العدد كله 85 شخص مؤهل انه يكون يعمل في اذا في مركز السكر. مركز السكر هذا راح يشمل مرضى السكر كله، نقدر نحصرهم تمام، لان عياده ابن سينا صغيره ما تقدر، لكن المركز يكون فيه له اكثر ترتيبا يعني بالنسبه للنظام الاحصائي. بدانا احنا في ابن سينا هي عباره عن نواه، احنا راح ننقل النواه الى المركز، يعني هذه اهم توصيه من نطلع ان شاء الله من والمؤتمر الثاني إن شاء الله يكون في سيئون. إذا عندكم مقترحات نعمله في أي مكان أكيد معنا. حتى أنا فكرنا نعمله في خالد بوكشان إذا كان قدرنا، لكن سيئون حتى ما نعم. طيب لو تكلمنا عن طموحات أو أنشطة مركز السكري وطموحاته المستقبلية أيضا. طبعا في 14 نوفمبر 2009 وصادف اليوم العالمي للسكر، افتتحنا المركز طبعا تحت مع القيادة المحلية الموجودة في ذلك الوقت، ونشاطاتنا متعددة كثيرة، منها العناية بالمرضى وتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم. طبعا عدد الآن تجاوز 13,000 يعني مريض، أنا ما أصبح أكلمه مريض إنما هو عنده اضطراب في التمثيل الغذائي،
وقدمنا العديد من الأنشطة، منها الكشف الدوري والكشف كنا نتجه باتجاه المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، عاملين سكرين بالإضافة يعني لتقديم التدريب وتأهيل أكثر من 550 طبيب وطبيبة من عدن وبالمحافظة المجاورة، كمان عمل الورش وأكثر من 4 ورش أو 5 ورش عمل في مجال السكري، وتقديم كمان المشاركة في المؤتمرات الداخلية والخارجية. والآن نحن بصدد الآن إنشاء، وعملنا كمان بالتعاون مع المنظمة العالمية للسكري برنامج الرعاية الأولية الصحية في مجال السكري، وبعض والآن على أساس نحن نعمل مشروع متكامل للبرنامج الوطني لمكافحة السكري. نعم. وممكن نحن نتحدث الآن، الإعلام لازم يدعم هذه كمان هذه الأنشطة، لأن هذه موجهة ليس لي أنا، موجهة كمان لكم أنتم كشباب، موجهة لأبائكم أخوانكم، هذه موجهة للكل. يعني أنا بشوف كل يعني على الأقل تكون في إعلام موجه من مريض سكر، بعض النصائح البسيطة لا تتجاوز الدقيقة أو دقيقتين، هذه تفرق بالنسبة لمريض السكري. أنا أذكر مرة عملت مقابلة في عدن في اسمه تلفزيون، يعني قال لي اتصلوا بي يقول لي نحن أول مرة نعرف هذه المعلومات عن دق الأنسولين أو إعطاء الأنسولين، ففرقت. فكنت أنا أقول لهم أنا مستعدين، نحن نقدم برامج يعني أو إعلان بسيط كيف تعمل تدق الأنسولين، كيف تأخذ الأدوية، الأغذية المسموحة، الأغذية الغير مسموحة، كيف العناية بالقدم حقك، كيف العناية بالنظر، كيف العناية بالجسم حقك. هذه الإعلام شوية مقصر فيها، وإن شاء الله يكون ما هو مقصر للمستقبل. بالعكس نحن نرحب باسم تلفزيون حضرموت ووجود الدكتورة فايزة في أي فلاشات توعوية، أي دقائق صحية. نحن في تلفزيون حضرموت يعتبر جزء من الرسالة، سنتين وراء بعض، 3 سنين وراء بعض في فيديوهات ونحن ما قصر تلفزيون حضرموت وما زلنا متواجدين. هذا جزء من الرسالة دكتور سميح. أيوة أنا قصدي بشكل يومي، شاكر يومي إن شاء الله. يفضل. صحيح، التوعية يجب أن تكون مستمرة لا تكون موسمية. شكر لكم دكتورة فايزة، دكتور سميح على هذه الإطلالة، وربنا يعطي الجميع الصحة والعافية إن شاء الله. يعطيكم العافية. إذن أيمن مكملين مع فقرات برنامج يوم جديد، نطلع فاصل ونعود إليكم مجددا، خليكم معنا. هذا البرنامج برعاية شراكة استراتيجية. تفاعل سريع. بناء الثقة. خبرة متخصصة. عطاء مستدام. ثقة مبنية. حياكم الله مشاهدينا ومستمرين معكم من فقرة إلى أخرى، والآن وصلنا إلى الفقرة الرياضية. إلى الفقرة الرياضية اللي ينتظرها كل عشاق الرياضة بمختلف مجالاتها، ومعنا الإطلالة المميزة للزميل العزيز الكابتن فهمي أبو نور. حياك الله. حياك الله أيمن، وعلى حياكم الله. صباح الخير. إحنا الآن في مرحلة التوقف الدولي. نعم. مباريات منتخبنا وغير من المنتخبات أكيد بتسلط الضوء على. نعم، منتخبنا طبعا سلط الفقرة الرياضية اليوم لبداية مشوار منتخبنا في التصفيات الآسيوية. تفضل. مشاهدينا الكرام، يستهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس وتحديدا عند الساعة 9 مبارياته في دور المجموعات للتصفيات الآسيوية المشتركة المرحلة الثانية ضمن المجموعة الثامنة، وذلك بلقاء المنتخب البحريني على استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
طبعا منتخبنا أنهى مساء أمس تحضيراته لهذه المباراة المرتقبة في معسكره التحضيري في أبها، ونتعرف لمزيد من التفاصيل حول مباراة اليوم. ينضم معنا مباشرة من مدينة أبها الكابتن عبد السلام الغرباني مدير المنتخب الوطني الأول. كابتن عبد السلام مرحبا بك على شاشة التلفزيون حضرموت. أهلا أخي العزيز وتحياتي للجميع، وسعد الله معكم بكل خير. حفظك الله. طبعا اليوم بداية المشوار الآسيوي نحو التأهل بإذن الله إلى كأس العالم وكأس آسيا، كلنا أمال وكلنا طموحات مع هذا المنتخب بإذن الله يحقق الأمنيات التي ينشدها الجميع. كابتن عبد السلام حدثنا أولا عن جاهزية المنتخب للمباراة الافتتاحية مساء اليوم. جدنا الكل يعرف أن المنتخب تأهل عبر مباراة سريلانكا والإعداد متواصل من تلك الفترة. طبعا بعد تلك الفترة تم انخراط اللاعبين في دورياتهم ومن ثم العودة إلى أبها قبل 12 يوم، يقوم معسكر إعدادي هنا في أبها، وكنا نطمح أن تقام مباراة ودية، إلا أن الدوري السعودي يعني كما تعرف شغال، فكان في صعوبة في إقامة مباراة ودية وهذا هو العائق الوحيد. لكن الجهاز الفني قام بعمل برنامج معد من قبله في المعسكر الحالي وحاول رفع جاهزية المنتخب لأقصى درجة. نلاحظ أنه الحمد لله المعسكر يسير بصورة طبيعية. جميل. ووصلنا إلى المرحلة الأخيرة وهي مباراة اليوم، مباراة افتتاحية التي يجب أن نكون فيها افضل مما كنا فيه المباراة السابقة. نعم. وهذا ما نطمح اليه من خلال الجهاز الفني وقدرة اللاعبين ان شاء الله، خاصة انها يعني بداية المشوار، ونتمنى ان شاء الله ان تكون بداية قوية لكي تعطي معنويات اكثر للاعبين وكذلك ايضا للمتابع والمشاهد الرياضي، لعل شيء ما يسعدنا من خلال هذا المنتخب باذن الله. ان شاء الله، وهذا طموح الجميع وطموح الجماهير كما هو طموحنا نحن كاداره منتخب واتحاد كره القدم. جميل. في ان تكون البدايه موفقه باذن الله، وهي فعلا هي مفترق طرق مباراه اما نكون او لا نكون، فنتمنى انه ان شاء الله انه يكون لاعبينا والجهاز الفني على قدر المسؤوليه. نحن نثق في قدرات لاعبينا رغم الامكانيات رغم الصعوبات، الا انه تعرف سلاح دائما المنتخب اليمني اذا توفر الحماس والغيره لدى اللاعبين ستكون هناك نتائج ايجابيه. جميل. وهذا ما نطلب له ان شاء الله. جميل. كابتن عبد السلام، المدرب امس في المؤتمر الصحفي تطرق الى انه يعرف امكانيات المنتخب البحريني من خلال قد عمل في البحرين من مع احد الانديه، كذلك مجموعه من لاعبينا يلعبوا في الدوري البحريني، هل سيكون هذا هل سيعكس نفسه هذا ايجابي على مباراه الغد مباراه اليوم؟ من المفروض انه عامل ايجابي، وما دام تحدث المدرب فلديه يعني قدره ولديه امكانيات ولديه معرفه، ان شاء الله نستفيد من هذه الميزه وتكون يعني عند مستوى المسؤوليه سواء من قبل الجهاز الفني او اللاعبين، وان شاء الله اكيد ما دام درس الكابتن سكوب لديه ايضا امكانيات وللامانه يعني يعمل بكل جديه ان شاء الله. ان شاء الله تكون هذه عامل ايجابي سواء للجهاز الفني او للاعبين او للمنتخب بشكل عام باذن الله. طيب يا كابتن عبد السلام، دورينا بدا بتجمعين وانتهى الدور الاول، ماذا استفاد المنتخب من الدوري الذي انتهى في مرحلته الاولى مرحله الذهاب؟ دائما اللاعبين عندما ينخرطوا بالدوري هو افضل من اقامه اكثر بالمعسكر، كما تعرف كل منتخبات العالم لاعبين يتم اعدادهم عبر انديتهم سواء من خلال تدريبات في النادي او المباريات الحماسيه التي تفيد اكثر من المعسكرات الطويله التي لا تاتي ثمارها، خاصه وانت لا تقيم اي مباراه وديه لانخراطات الانديه في دورياتهم. فدائما وابدا اللاعب عندما يكون لديه لياقه مباريات وهو من خلال غرف الدوري يستفيد المنتخب اكثر واكثر. جميل. طيب رغم الفتره القصيره رغم الفتره القصيره للدوري، الا انه اعتقد انه فيه في الان مدرب اعتقد انه لديه ايضا لاعبين بحر، لكن الفتره تسمح بتسجيلهم كون التسجيل قد انتهى. ايوه انا 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 قصدت هذا الامر يا كابتن عبد السلام، انه يعني ما في لاعب جديد ظهر من مرحله الذهاب في الدوري الى وانضم الى المنتخب، ما في استقطاب اقصد هكذا. طبعا
طبعا تعرف هي بسبب الاجراءات، لانه دائما احنا نسجل بدايه لازم 50 لاعب في القائمه، ويجب ان يكون اي لاعب ينضم لازم يكون مسجل من القائمه. فالكابتن كان تسجيل القائمه على البطولات السابقه. طيب جميل. ظهر لاعبين جدد وتحدث عنهم المدرب والمساعدين، لكن الفتره الان ننتظر فتره التسجيل الاخرى، ومن خلالها سيتم ايضا المدرب اختيار اللاعبين اذا يعني ظهر اكثر من لاعب. ما من يعني ان شاء الله في خلال فتره التسجيل القادمه اكيد سيكون هناك تغيير عده لاعبين. اكيد، وسيكون طبعا المنتخب بيلعب مباراته الثانيه يوم الثلاثاء في النيبال، ومن بعدها ستكون راحه للمنتخبات الى 21 مارس، ففي هذه الفتره بامكان الجهاز الفني وانتم يا كابتن تتواصلون او تحضرون المباريات، تتابعون الدوري، هناك مواهب كثيره ويجب ان تدعم المنتخبات هذه المواهب. نعم الجديده. نعم. والطاقات الشابه ايضا. نعم نعم استاذي، فعلا هناك بعد انتهاء مباراه النيبال الجهاز الفني لديه برنامج معد مسبقا ايضا من ضمنها خلال مشاركه الدوري العام. جميل. لمتابعه الدوري ايضا سيتم ايضا عده تحركات سواء للجاليه في السعوديه لمشاهده مجموعه من اللاعبين، وان شاء الله بس يتم تنفيذ هذا البرنامج. واعتقد انه في مواهب كثيره سواء داخل الوطن او خارجها، ان شاء الله يستفيد الجهاز الفني من ذلك. جميل، وان شاء الله يستفيد ايضا من غير الدوري، هناك مسابقات تجرى في كثير من المحافظات لعلها من بينها محافظه حضرموت التي تنظم باستمرار وبانتظام بطولة كأس حضرموت، وأنت واحد من أشدت بهذه البطولة من خلال متابعتك الدائمة لها. أكيد أكيد، يعني في عدة بطولات وكذلك تعرف أنت أنه لا يجب أن يكون أي دوريات مقامة يجب أن تكون مطوية تحت لواء الاتحاد الإسلامي. نعم نعم الخدم. إن شاء الله يعني ستكون في البال ونقوم بتبليغ الجهاز الفني. تستقطبون الثمار الطيبة من هذه البطولات يا كابتن إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، وفعلا في مواهب كبيرة ونحتاج إلى عدة بطولات لتظهر هذه المواهب بإذن الله، وهذا ما نطمح عليه أنه يقام دوريات مستمرة وفي عدة مناطق. الله يحفظك. طبعا نختتم معك طبعا اليوم يتوقع أن يكون للجمهور اليمني كلمة في المدرجات، مدرجات الملعب الأمير سلطان. طبعا دائما ما جماهير اليمنية تؤازر المنتخبات ويكون لها حضور قوي، ما هي ترتيباتكم لحضور الجماهير في مدينة أبها؟ أعتقد أنه تم التنسيق عبر الشركة الراعية للمنتخب وفي الاتحاد بدعوة أكبر قدر وأكبر عدد من الجماهير، وتم نشر برشورات ودعاية وإعلان عن الحضور. نعم. إن شاء الله ثقتنا كبيرة بالجمهور اليمني. نحن الجمهور الوحيد اللي هو اللاعب رقم واحد وليس اللاعب رقم 12 إن شاء الله. وفعلا الجمهور اليمني له نكهة خاصة، دعمه غير عادي في كل المباريات. فأمننا بالله كبير، أمننا في جماهيرنا الحضور والتواجد بكثافة كونها سلاح من أسلحة المنتخب. إن شاء الله يكون للجمهور أثر إيجابي وتمكن منتخبنا اليوم إن شاء الله من تحقيق نتيجة إيجابية والفوز بإذن الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. شكرا لك. شكرا كابتن عبد السلام، اتمنى لك التوفيق وللمنتخب وللزملاء في الفريق الاعلامي الاستاذ فضل الجونه والمبدع ابن حضرموت صاين الهندي. تحياتي للجميع وشكرا لطاقم القناه وتحياتي لكافه جماهيرنا في حضرموت وفي ربع اليمن كافة. شكرا شكرا لك كابتن. شكرا مشاهدي الكرام. طبعا نعود الى الزملاء ايمن وعلاء، لكن اود بس نشير الى في إطار منافسات كرة القدم، طبعا يوم غد يشهد الملعب الأولمبي في مدينة سيئون المباراة النهائية لبطولة كأس الماهرة الخامسة لكرة القدم، تجمع بين نادي برق تريم ونادي سيئون، وستكون هذه هي المباراة كما قلنا هي المباراة النهائية للبطولة الخامسة. كذلك في ملعب الفقيد برادن بالمكلة سيكون نهائي مرتقب آخر في فئة الشباب لبطولة كأس حضرموت الثانية لهذه الفئة، يجمع بين التضامن ونادي وحدة شحير، وطبعا الفائز من المباراة النهائية سيتوج بطلا لبطولة أندية الساحل، وسينتظر بطل أندية الوادي لنهائي كأس حضرموت لفئة الشباب. بطولة أندية الوادي تنطلق اليوم بخمس مباريات في مدن في سيئون وغيرها من مدن وادي حضرموت. أيمن أراك يعني يعطيك العافية. جميل جدا. أنا عجبنا جدا أنك عندك ملاحظة، حتى هو تساؤل مش ملاحظة، ما شاء الله مش أنا اللي الله يحفظك.
جميل هذه الأنشطة والبطولات اللي تعقد في حضرموت، وجميل سؤالك أنه هل يتم استيعابها في المنتخب. سؤالي هو أنه هل بغلاف صائن الهندي المصور موجود، هل في لاعبين حضارم في المنتخب نعم. الوطني؟ الكابتن والحارس الدولي محمد أمان، وأيضا أنيس المعاري. طبعا أنيس المعاري محترف في نادي بهلال العماني، وانضم قبل أيام إلى المعسكر من ضمن المحترفين اللي تحدثنا عنهم أنهم يلعبون في الدوري البحريني والدوري العراقي وأيضا الدوري العماني. بس قبل ما أختم أيمن، أنه يعني نحن نشيد ونثني على إنجاز جديد تحقق لرياضة حضرموت من خلال فريق كرة السلة، كراسي متحركة للمعاقين. كان استضفنا الأسبوع قبل الماضي رئيس البعثة، اليوم هم في صنعاء يتوجوا، ليلة أمس توجوا بالمركز الثاني على صعيد المعاقين والمعاقات، فريق السلة للمعاقين والمعاقات، وهذا إنجاز أيضا لهذا الفريق. ونتمنى إن شاء الله على السلطة المحلية أن تهتم أكثر بهذه الفئة لما لها من اهتمام أكثر ودماجها في الأنشطة الرياضية المختلفة. كذلك من خلال هذه البطولة تم يعني إشراك 4 لاعبين ضمن المنتخب الوطني للمعاقين في استحقاقات آسيوية قادمة، وهذا أيضا إنجاز آخر. صحيح، وكان معنا في واحدة من فقرات لاعب الشطرنج. نعم عامر. نعم. والمواهب تزداد. شكرا فهمي، واختم الفقرات. الله يحفظك، شكرا لكم، ونطلع فاصل ويواصلوا الزملاء بقية الفقرات يوم جديد. هذا البرنامج برعاية تأمين. عناية كاملة. أمان أولا. حماية مثلى. ثقة مستدامة. السلامة المهنية في قلب عملنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الأكارم، مشاهدي برنامج يوم جديد. وصلنا يا أيمن إلى الفقرة الختامية، وهي الفقرة التفاعلية اللي دائما ما نختم فيها هذه أو هذا البرنامج. الفقرة التفاعلية كل أسبوع تكون عن سؤال معين وضعه في الصفحة. هذا الأسبوع السؤال يقول: ما هي الآية القرآنية الأقرب لقلبكم ولماذا؟ إذن سؤال اللي تم وضعه في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي: ما هي الآية القرآنية الأقرب لقلبكم ولماذا؟ وفي كثير من الأشخاص أو مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا وتواصلوا معنا، وفي هذه اللحظات سوف نعرض التعليقات يا أيمن ونشوف الشاشة. صحيح، سؤال ربما يعيد علاقتنا مع القرآن. هنا مجدي شايف الأخرم يقول بأن الآية: فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، في آية في سورة الشرح. هذه الآية تحثنا وتحدثنا بأن بعد كل عسر يسر، لذلك علينا بالصبر على كل بلاء ومصيبة وشدة حتى يأتي الفرج. وفعلا دائما يقول: لا يهزم عسر يسرين، كما جاء في هذه الآية الكريمة من سورة الشرح. هذا الشخص الثاني جلال الشرباتي أو تمام. الشاطبي، جلال الشاطبي. نعم تفضل أيمن. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافل عما يفعل الظالمون، والسبب لأنها تريح قلبي من أي ظلم. يعني لك يوم يا ظالم زي ما يقول. نعم. مثل جميل من نعم. جلال. ننتقل إلى معلق آخر، محسن محمد علي العلوي. نعم يقول: الله نور السماوات والأرض، وسبب هذه العلاقة مع هذه الآية أن الله ذلك النور الذي نجده في كل مكان في هذه الأرض والسماوات 7. الحمد لله على نعمته التي أكرمنا بالإسلام. جميل جدا، آيات جميلة ومهيب. أحمد أبو حليقة. نعم، وبشر الصابرين. وبشر الصابرين. نعم. لأن بشارة الله من أعظم البشارات العظيمة، جزاء الصابرين في جميع الأحوال ما ينالوه من صبرهم في مصائب الدنيا. فعلا وبشر الصابرين، هذه ربما تكون بمثابة السلوى. نعم. أنه اصبر
هذه بالنسبة لي يعني كأحد الأشخاص الآية القريبة لقلبي، وبشر الصابرين. نعم. صحيح. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون أن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. هذه الآية تحثنا إلى عدم الظلم بيننا، فالله يعلم بكل صغيرة وكبيرة، وحرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، هكذا يقول رضوان الفارسي على. إذن تبقى أيضا لدينا تعليق من فتحية عوض نفس الآية أيضاً. الأولى تفضل على العسر يسرى. هذه الآية وعد من الله تعالى أن الشدة لا تدوم، وأن بعد الشدة والمحن يأتي الفرج من الله. يبدو أن لدينا مجموعة من المشاركين. ابتسام علي فضل، في متفاعلين كثير كانوا مع هذا السؤال، وهي الآية الأقرب لقلبك، سورة البقرة، لأنها تحصني وتحصن البيت وأحس بطمأنينة عند الاستماع أو عند القراءة. هذا ما قالته ابتسام علي فضل. نعم، سورة البقرة ورد فيها بنا فعلا حسن، وخصوصا آخر الآيات، الله لله ما في السماوات وما في الأرض، هذه التي ينبغي على المؤمن والمسلم أن يحافظ عليها صباحا ومساء وقبل النوم. منصور فيصل سيف أحمد قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، وعد من الله برزق عباده في أو مثل ما يرزق الطير. فعلا كما جاء في الحديث تغدو بخماصا يعني تصبح خماصا وتغدو بطانة، أو كما جاء في الحديث. نعم، أيضا إسراء تقول أن سورة البقرة لأنها تحصني وتحصن البيت. نعم صحيح، الأمهات أو الإناث يتفقون على سورة البقرة. صحيح. منى أحمد تقول ولا سوف يعطيك ربك فترضى، سبب واضح من هذه الآية، وهي قيلت أو أنزلت للرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى، بأنه ولم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى إلى آخر السورة. نعم، إذن محمد أحمد يا أيمن. نعم، محمد أحمد يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأن النبي يونس قالها وهو في بطن الحوت، وكان محكوم من الله سبحانه وتعالى أن يظل في بطن الحوت إلى يوم يبعثون، ولما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أخرجه الله من بطن الحوت، فعسى الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا ويغفر لنا. وفعلا هذه الآية التي أنجت سيدنا يونس من الظلمات الثلاث كما يقول المفسرون، ظلمة الحوت، ظلمة البحر، وظلمة الليل. ومعنا آخر آية. نعم، تقريبا ثقتي بربي تكفيني، ما شاء الله، خلص من الاسم باين يعني. ألم نشرح لك صدرك، لما أقراها أشعر بالانشراح والراحة. والراحة فعلا نحن بحاجة من خلال هذا التساؤل أن نعيد علاقتنا بالقرآن إجمالا. القرآن كلام رب العالمين، كل آية وكل كلمة وكل سورة لها دلالات ولها فضائل كثيرة، سواء أدركناها أو لم ندركها يا علا، فعلينا أن نكون يخصص كل واحد نفسه في كل يوم ورد لا يقل عن صفحة في أسوأ الأحوال، وربما بعضهم ما شاء الله يقرأ جزء كل يوم. نحن محتاجين إلى عزيمة، الوقت موجود، لا أحد يقول ما فيش وقت، في معنا وقت، بس نحن كيف ننفق ونقضي هذا الوقت يا عم. إذن وصلنا للختام، وأخيرا فأنه كما قيل البحر الهذا لا يصنع ملاحا ماهرا يا إيمان. نعم، مقولة سمعناها كثيرا لعلها اليوم تنطبق على كثير في مجريات هذا العالم المقاومة الضعيفة، لا تسترد الوطن يا علاء. نعم، السعي القليل لا يبني المستقبل، والحلم مؤقتا لا يخلق اسما، إن كل ما نمر به في هذه الحياة هو من الأصل لون جديد يسطر لنا لوحات أنفسنا غدا. وبشر الصابرين، هذا الوعد لنا جميعا آملين أن ننال نصيبا منه ذات يوم. وإلى هنا عزيزي على، نستودعكم الله حتى يوم جديد في حفظ الله ورعايته. في حفظ الله.